ومع انطلاق الحدث الرياضي العالمي سباق الفورمولا 1، أكملت الإدارات المعنية بوزارة الداخلية كافة استعداداتها لإنجاح السباق، خاصة وأن لدى شرطة البحرين خبرات متراكمة تؤهلها لتسجيل قصة نجاح جديدة. تستضيف مملكة البحرين وبشكل سنوي فعاليات سباق الفورمولا 1، كونها موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار أكملت الإدارات المعنية في وزارة الداخلية استعداداتها للمساهمة في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، حيث تعمل مديرية شرطة المحافظة الجنوبية على تقديم الخدمات الأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات ووضع خطط الطوارئ والخطط البديلة وتحقيق سرعة الاستجابة. عقدنا العديد من الاجتماعات التنسيقية سواء من الجهات الأمنية أو من الجهات المدنية المشاركة، وتم وضع العديد من الخطط الرئيسية أو الخطط البديلة لإنجاح هذه البطولة بإذن الله. قمنا بالعديد من ببروفتين والعديد من التمارين على أرض الميدان، والحمد لله هذه البروفات تكللت بالنجاح، وبإذن الله إن شاء الله نجاح كبير إن شاء الله كما الأعوام السابقة في هذه الجائزة. كما هو معتاد وكل سنة بيكون عندنا إن شاء الله مكتب تلقي البلاغ بيكون داخل حلبة البحرين، من تبتدي البوابات تفتح الساعة 11 إلى انتهاء الفعالية بيكون هذا المكتب إن شاء الله وجوده لتسهيل جميع الاحتياجات حق رواد الحلبة. وتحرص شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية على المشاركة في عدد من الأنشطة والفعاليات التي يسهم أثرها في الوقاية من الجريمة والحد منها، من خلال التعاون والتنسيق ونشر التوعية الأمنية. تستضيف مملكة البحرين جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 لعام 2019، وبدونا كشرطة خدمة المجتمع نقوم بتنظيم حركة السير وتنظيم المواقف وارشاد الزوار إلى داخل الحلبة، وبيتم تفعيل عدد من الدوريات الراجلة والدوريات الراكبة بداخل الحلبة وخارجها لحفظ الأمن والسلامة العامة وتقديم كافة التسهيلات للزوار. تتمنى مديرية شرطة المحافظة الجنوبية من الزوار التعاون مع رجال الأمن والمنظمين في الحلبة والحضور بوقت مبكر لتفادي الازدحامات والحفاظ على مقتنياتهم الشخصية والالتزام بالقواعد والقوانين اللي وضعتها حلبة البحرين الدولية لسلامة الجميع. وتنتشر دوريات الشرطة في محيط الحلبة وجميع الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الحلبة، وحتى تكتمل منظومة الأمن الشامل يتطلب الأمر من المشاركين والزوار الالتزام بالإرشادات من أجل أمن وسلامة الجميع.